جدارية مفاجأة أسامة مروة في عيد ميلاده. واو ما توقعت هالقد. هيك فاجأ أصحاب أسامة مروة بعيد ميلاده 27 بحفل جمعوا فيه كل أصحابه المقربين، من أبرزهم سارة وغيث مروان اللي كان الحماس واضح عليه بهاليوم. والحماس نفسه ما فرق عند الكل، فشفنا كيف الكل زاد حماسه لما أسامة دبك مع الفرقة. فأصحابه رسموا صورته على الحيط خصوصي لهاليوم. وحضر العيد ميلاد أكثر من 100 شخص، وفينا نقول كونه أسامة صديق مقرب من الجميع فالكل كان موجود ليطفي الشمعة معه. فشفنا نور ستارز، نارين بيوتي، سارة وزياد أبو شعر، نورة وخالد الهريني، رغدة كيوميجيان وغيرهم الكثير. والشباب ما قصروا معه بهاليوم وصاروا يطيروا من على الأرض وكأنه عريس بيوم عرسه. والدبكة كانت شيء أساسي كونه أسامة مشهور بالدبكة.